طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ وقائع الجلسة الثانية من لقاء اليوم الثري والمثمر بإذن الله. في منزل أستاذنا الدكتور عبد الحليم نور الدين رحمه الله عليه، وفي لقاء متميز من كافة الجوانب كما ذكرنا من قبل، يصادف الذكرى السادسة لوفاته رحمه الله، ويصادف أيضا اتباع ذلك التقليد الراقي من الأسرة فيما يتعلق بإحياء الذكرى بشكل يليق بصاحب الذكرى. حديثنا الأول مع الأخ العزيز والزميل الأستاذ دكتور محمد جمال، أستاذ بكلية الآداب جامعة دمياط، وسيحدثنا عن دور المتحف تجاه المجتمع، موضوع يقتضي منا الكثير والكثير من الانتباه، وأيضا لابد أنه سيثير في الذهن الكثير من التساؤلات. تفضل دكتور محمد، إن شاء الله. يعني أنا عارف أنك أنت ملتزم مسألة الوقت، وبشكر وبشكر طبعا زميلي العزيز الأستاذ الدكتور ناجح على إدارته الراقية في الجلسة الماضية، وإن شاء الله نستمر على ذات المنوال بإذن الله. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر حضرتك الدكتور حسن، شرف لي طبعا إن شاء الله تعالى ممكن أتواجد مع حضرتك ومع أساتذتي النهارده، وفي أستاذنا نور الدين اللي دايما يعني شرفت إن أنا أكون في بيته وفي مكتبه، واتعلمت او تلمست على ايديه في مرحله البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فرحمه الموضوع عليه ان شاء الله تعالى. يعني النهارده باذن الله تعالى هنحاول ناخد فكره سريعه عن دور المتحف تجاه المجتمع، وازاي المتحف ممكن يكون بيخدم المجتمع من مختلف الزوايا. هبدا بمقوله كده من المقولات اللي بتعجبني: أنا لا أعتقد بأن المتاحف تنقص حياة الناس، ولكنني أعتقد بأنها تساهم في صناعة حياة جديدة. المتاحف تساعد في حصولنا على تعليم أفضل، نكون أكثر تسامحاً، وفي حالة ذهنية أفضل، وصحة جيدة، ومظهر أفضل في الحياة. دي مقولة لأحد كبراء المتاحف أو مدير المتاحف في مدينة مانشستر، اسمها ماريا تاوسو، وبتدينا فكرة عن توقعها أو تصورها للمتاحف في 2020. احنا اوريدي فاصل التاريخ ده، لكن الكلام ده كان قبل 2020، كان في 2015، وكانت بتصور المتاحف بتتجه الى ايه، دورها مع المجتمع ودور التحول. المقوله يمكن بتفرد قدامنا المساحه ان كل واحد بيفترض او بيتوقع ايه هو دور المتحف تجاه المجتمع، ازاي المتحف ممكن يخدم المجتمع، او ازاي هو شخصيا ممكن يستفيد من المجتمع على مختلف المحاور او مختلف القضايا اللي ممكن يكون شايف ان المتحف يبقى ليه دور عليها. لو اسف يا دكتور محمد، رجاء بس حضرتك الصوت يعلى شويه، والشاشه ما فيش باوربوينت. لا انا عامل شير في شير للشاشه بس مش للباوربوينت، انا شايف الاكسبلورر بتاع حضرتك. طيب نعمل مره شير تاني. هل ظهر كده لا لسه، هو لسه نفس الشاشه ثابته. حبي دي اف هو برضه لسه ما اتفتحش. طيب ايوه كده 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 وضحت. في مشكله في قراءه الفونت بس على الجهاز ده. مش مشكله، انا عارف في الموضوعات ايه، فهنتناقش فيها ان شاء الله تعالى. لما لا يتخطى الوقت ان شاء الله تعالى. اوكي ماشي. لو بصينا لتعريف المتحف والتحديث الاخير، فول سكرين بقى، فول سكرين من الزرار اللي جنب الزائد والناقص بتاع. ايوه تمام. هنلاقي ان تعريف المتحف اكد على ان المتحف او المتاحف تعمل في خدمه المجتمع، ويمكن التعريف الحديث أضاف بعض النقاط الجديدة تتعلق بالشمولية، تعزز التنوع والاستدامة، التواصل والاستناد أو الاتساع في مشاركة المجتمعات
في التفاعل داخل المتحف او من خلال ما يقدمه من تجارب متنوعه، تعليم، تبادل للمعرفه او التعلم. ممكن نشوفها من خلال المخطط البسيط اللي قدامنا ده كده، دور المتحف في خدمه المجتمع وتنميته، او دور المتحف في خدمه المجتمع وفقا لاخر نصين لتعريف المتحف، وهنا كان تعريف شامل وجامع ولكن بايجاز شديد. نقدر نتكلم على ابعاد مختلفه، ازاي المتحف ممكن يخدم المجتمع على المستوى الاجتماعي، على المستوى التثقيفي او الثقافي، البعد الاقتصادي والشق او البعد الصحي. محاور كتيره ممكن المتحف يخدم المجتمع من خلالها، يمكن بنحدد اربع محاور رئيسيه اللي اتكلمنا عليهم، بجانب كمان الغايه او الهدف الاساسي من قيام المتحف، وهو تقديم مجموعه من الاهداف او الخبرات والتجارب للمجتمع اللي بتمثل فيها عمليه التعليم والتعلم او التواصل والاتصال، الامتاع والترفيه، التامل وتبادل المعرفه، اللي ما اصبحش بس ان المتحف بيقدم المعرفه ولكن هناك مساحه لتفاعل المجتمع، لتفاعل الزوار وتبادل المعرفه فيما بينهم او مع المتحف بجانب المشاركه. وبالتالي هنلاقي ان المتحف بيلعب دور كبير جدا في خدمه المجتمع على مختلف المستويات، مش فقط المستوى او المحور الخدمه التعليميه، لا، هو دور اساسي صون التراث الثقافي، ولكن في نفس الوقت بيقدم مساحه للتفاعل وخلق البيئه الصحيه او المناخ الصحي للتفاعل ما بين طوائف او افراد المجتمع المختلفه والفئات المختلفه باختلاف الابعاد الثقافيه، باختلاف الابعاد الاجتماعيه، باختلاف التوجهات. هناك مساحه للتواصل، للتفاعل، للتفاهم، وبالتالي بناء المجتمع بصوره ايجابيه. نقدر نحددها على عدد من المحاور. اول حاجه دور المتحف في صون التراث الثقافي. رقم 2 تقديم الدور التعليمي او دور كما يعرف بالتربيه المتحفيه، اللي هو التعليم والتعلم. هنا مش بنخدم فقط عمليه التعليم في المراحل التعليميه او التعليم الصفي في المدارس او الجامعات، ولكن بنتكلم على كمان التعلم وبناء الخبرات بالنسبه للافراد داخل المجتمع من خلال التجارب المختلفه اللي ممكن ننخرط فيها، سواء في العروض المتحفيه وما تقدمه من معرفه، او من خلال انشطه وفعاليات مختلفه زي الانشطه التعليميه المختلفه اللي بتخدم الفئات العمريه، او ما الانشطه الاخرى زي الندوات والمحاضرات وما الى ذلك من انشطه المتحف ممكن يقدر يخدم بيها المجتمع. دور المتحف ما بيقفش فقط عند هذا السياق، ولكن بيمتد للتجاوب مع قضايا ومشاكل المجتمع المختلفه، وزي ان هو يفتح المجال لنقاش وطرح الاسئله او طرح القضايا المختلفه اللي ممكن تمس المجتمع على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي او ما الى ذلك، ودعوه المجتمع للتشاور او للتفاهم. والمتحف هنا بيلعب دور الفضاء، الفضاء المتكامل اللي بيسمع بشكل ممنهج، مساحه لكل الاطراف ان هي تقدر تقدم خبراتها او تجاربها او معارفها او قضاياها، وبالتالي نقدر نوصل منها لمجموعه من الحلول. طيب ايه هي المحاور الرئيسيه اللي المتحف بيخدم بيها المجتمع؟ زي ما اشرنا في بدايه الكلام، ممكن نتكلم على اربع محاور رئيسيه، وان كان ممكن نتوسع لاكثر من كده. المحور التثقيفي التعليمي، المحور الاجتماعي، المحور الاقتصادي، والمحور الصحي. ازاي المتحف ممكن يخدم المجتمع او يساهم في خلق مناخ وبيئه اجتماعيه جيده بمعالجه المشاكل والقضايا الخاصه الاخلاقيه والسلوكيات اللي ممكن تظهر بشكل سلبي، او تعضيد ودعم الامثله الاخلاقيه النموذجيه داخل المجتمع بحيث ان هي تكون بشكل ايجابي افضل. صحيا ازاي المتحف ممكن يساهم في صون الصحه لافراد المجتمع؟ عن طريق التوعيه وتقديم المعرفه او الانشطه التوعويه عن كل المشاكل الصحيه والامراض، وشفنا ده بشكل واسع قوي خلال فتره كوفيد 19، وزي المتاحف كانت من اولى المؤسسات اللي كانت بتوعي المجتمع وتوصل فكره طيبه للمجتمع ازاي ان هو ممكن يتعرف على القضيه وازاي يتعامل مع المشاكل المختلفه الصحيه الى جانب الجوانب الاجتماعيه الخاصه بها نتيجه عن الازمه. لو خدناهم محور او بعد من المحاور الاربعه، نتكلم اولا عن البعد الاقتصادي اللي هو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للمجتمع المحلي بشكل خاص والمجتمع ككل. هل المتحف يقدر يساهم
في تطوير اقتصادي او في دعم اقتصادي او توفير خدمه اقتصاديه للمجتمع من خلال اولا المتحف ممكن يساهم في توفير فرص العمل عن طريق دعوه الشركاء المختلفين او يعني جهات العمل اللي هي ممكن يكون عندها فرص ويقدر يقدم الافكار عشان يطور المجتمع من خلال ان هو يبتدي يعمل شراكات مع مؤسسات او مع جمعيات او مع شركات لتدريب الكوادر او لتدريب الشباب على المهارات المطلوبه للعمل في مجالات جديده. الترويج طبعا للمنتجات الخاصه بالحرف التقليديه والتراثيه اللي هي مرتبطه بالتراث المحلي او المجتمعات المحليه، والترويج ليها من خلال العروض المتحفيه او الانشطه او بعض العروض الترويجيه امام الزائرين والمتواجدين على المتحف من السياحه الخارجيه او الداخليه، وبالتالي نقدر نثمن قيمه التقاليد، قيمه الحرف التقليديه والتراث، ونعمل عمليه استدامه للحرف وترويجها بشكل جيد. مجابهه قضايا زي البطاله وتوفير فرص العمل زي ما قلنا من خلال المشاركه مع الجهات اللي ممكن تمنح فرص للعمل، وبالتالي نقدر نحدد ايه هي الاحتياجات اللي غير متوفره في السوق كوظائف عمل، ونقدر ندرب او نأهل الشباب على المجالات الجديده، ونقدر في الاتجاه ده نتحرك بشكل ايجابي. ويمكن من المتاحف اللي كانت مميزه قوي في السياق ده متحف اسمه ايجيبت سنتر في سوانزي في بريطانيا، والمتحف ده بيلعب دور كبير جدا في التواصل ما بين، رغم ان هو متحف صغير لكن بيلعب دور في التواصل ما بين المجتمع المحلي وبين الشركات والجهات اللي هي لديها فرص للعمل، واستطاع بالفعل توفير فرص كتير جدا للعمل مش عن طريق المتحف مباشره ولا عن طريق، لكن عن طريق ربط الاطراف ببعضها. الورش والانشطه طبعا اللي ممكن يستضيفها للحرف التقليديه داخل المتحف او في الفضاءات اللي هي خاصه بالمتحف عشان يقدر يروج للتراث المحلي، استدامه للتراث وترويج للمنتجات، وبالتالي بيقدر يساهم في رفع الدخل لاصحاب او ارباب الحرف التقليديه المختلفه. واحنا عارفين قد ايه على واقعنا المجتمع المصري على سبيل المثال قد ايه معظم الحرف التقليديه بتعاني من مشكله الاستدامه او القدره على الاستدامه، لان الطلب اتغير او تغير المتطلبات المجتمع، ازاي نقدر نعيد توظيف بقى المنتجات دي بما يخدم السوق وبما يروج او يساهم في استدامتها، ونعمل عمليه تسويق جيد ليها. المتحف بيلعب الدور ده بشكل كبير جدا من خلال الورش والانشطه اللي ممكن تتعمل مع شركات داعمه او شركات بتعمل في مجال التطوير، الى جانب طبعا العمل المباشر مع ارباب الحرف او الصناعات. كمان ازاي احنا ممكن ننشر بعض الحرف التقليديه ما بين الفتيات، ما بين الشباب، ما بين افراد المجتمع داخل المجتمعات المحليه، وتبقى مصدر دخل جانبي ممكن احققه من خلال بعض الانشطه او الاعمال البسيطه اللي هي الحرف التقليديه اللي كتير منها اتنسى او كتير منها افتقد وكانت جزء من ثقافه المجتمع المصري سابقا، وبالتالي تقدر ربه البيت تمارس عمل ما يساهم في الدخل الخاص بالاسره من خلال مساحه ان هي تتدرب على حرفه او صناعه تقليديه داخل المتحف. امثله كتير ممكن نشوفها في مصر وفي دول العالم المختلفه على نفس النطاق. البعد الثاني هنتكلم فيه عن الدور الاجتماعي للمتحف، وزي المتحف ممكن يساهم في دعم المجتمع او تنميه المجتمع على المستوى الاجتماعي من خلال زي ما قلنا مناقشه القضايا والمشاكل المختلفه اللي ممكن تكون داخل المجتمع. كل القضايا اول حاجه من التفاهم ما بين الافراد او التفاهم او فهم الاخر او احترام الاخر، القضايا الاخلاقيه المختلفه، كل ده بيبقى جزء مهم جدا من العمل. ويمكن من الامثله النموذجيه في مناقشه القضايا الاجتماعيه المتاحف الالمانيه لعبت دور كبير جدا في الفتره اللي نزح كتير جدا من السوريين الى المانيا، وكان هناك مساحه او بوادر مشكله ما بين المجتمع الالماني والمجتمع العربي باختلاف الثقافه واختلاف اللغه والتنافس على فرص العمل، وازاي من خلال العروض المتحفيه نقدر نقرب ما بين الابعاد الثقافيه او البعد الثقافي، وازاي نقدر نستفيد من خبرات الوافدين وندمجهم داخل المجتمع بشكل بناء، وكمان نعرف بقضاياهم او مشاكلهم عشان يبقى في تفهم وتقبل الاخر على النقيض
الموقف اللي ممكن نشوفه في فرنسا على سبيل المثال، والمشاكل اللي هي للجيل الثالث او الرابع ما زالت مستمره ما بين الاصول العربيه من المغرب العربي وما بين المجتمع الفرنسي بسبب عدم وجود مساحات كافيه للتلاقي. في سنوات قليله جدا استطاع الالمان ان هم يعالجوا كثير من المشاكل دول رغم ان اعداد الوافدين كانت كثيره. من ضمن الامثله الاخرى برضو نتكلم على انشطه المتاحف كانت بتقدمها في مختلف الاحوال او الاوضاع من ضمنها في فتره كورونا، وازاي كانت بتقدم انشطه للاطفال او لطلاب المدارس في البيت عن بعد عشان تخفف الضغوط الاجتماعيه والمشاكل من خلال فقرات القراءه او الرسم او الانشطه المختلفه بامكانيات يقدر نوجه المجتمع ان هي توفر في البيت بشكل بسيط جدا دون تكلفه ودون الحاجه الى نزول، وبالتالي يكون هناك مساحه لتدعيم الشق التعليمي او ما الى ذلك. تقديم برضو او تقدير ارباب الحرف والصناعات البسيطه واللي هم بيكسبوا رزقهم بشكل سليم او جيد، وازاي نقدر نثمن الصوره دي بشكل كويس. هختم اخر حاجه بالبعد الصحي، وهو من خلال مناقشه القضايا الصحيه المختلفه والتوعيه بها وما الى ذلك. اتمنى نكون يعني قدرت اوصل ولو فكره بسيطه عن الابعاد المختلفه اللي المتحف ممكن يقدمها للمجتمع، وبشكركم لشنو ده. طبعا تطوف بينا في الدور المتحفي تجاه المجتمع ككل. يعني انا اعتقد ان المتاحف النوعيه ربما هيبقى لها ادوار تختلف عن المتحف برؤيته الشموليه. يعني وانا اذكر بمناسبه المشاكل المجتمعيه حضرت زرت متحف في ايران عاملينه مخصوص لحرب الخليج، فهو كان يعني تقنيه 10/10، وبصراحه تمنيت ان يكون عندنا متاحف زي كده. بس لما سالوني عن رايي قلت لهم بغض النظر عن الجانب الفني في الموضوع، لكن هذا متحف يكرس العداوة مع الجيران، لأن القيمة أنت قاعد بتخلد إيه؟ يعني متحف قد تلعب دورا سلبيا أحيانا في تعميق بعض. هو وارد، لكن من المبادئ الأساسية في إقامة قيام المتحف هو الحيادية، هو في القضايا المختلفة السياسية والدينية والثقافية إنه نتعامل بحيادية ويترك الأمر دايما مطلوب لحكم الجمهور أو حكم المتلقي أو الزائر إن هو يوصل بيه المسؤول. شكرا دكتور محمد، والله وأسعدتنا. كنا نتمنى المسألة تطول عن كده، لكن دكتور خالد والله غريب بجيبها فيك. لا الصوره انا فوجئت دكتور محمد في شيء لله، الساعه وقفت وانا كل شويه ابص الاقي ونص ونص وخمسه مش عايزه تمشي. لا وقفت والله خالص. طيب دكتوره نجوى. ايوه مساء الخير على حضراتكم جميعا. الصوت كده واضح؟ الصوت واضح والشير من عند الدكتور باسم. طيب تمام، انا ممكن اعمل برضو شير يا دكتور عشان انا ابقى متحكمه ان شاء الله، يعني باذن الله هيبقى شغال. انا نجوى زميلتنا من كليه الازهر جامعه عين شمس، وكان دكتور ناجح مشكورا قدمها، لكن بنذكر فقط ان الموضوع قطعه نادره من التراكوتا للاسكندر الاكبر مرتديا للكلوسيا. الشير كده شكل لا الله. تفضل يا دكتورة. ده نعدل. طيب الصوت واضح نعدل يا دكتور باسم. واضح. إيه لا ايوه اتعدلت كده يا دكتور. تمام. كده اتعدلت يا دكتور. تمام اتفضل. تمام يا فندم شكرا. اتفضلي يا دكتوره. تمام يا دكتور. اتفضلي يا فندم. ان شاء الله انا طبعا بحيي الندوه الجميله دي خير. على الصوت شويه دكتور اسمعي.
لا واضح واضح ان النت عندك يا دكتوره. مش لازم حتى يا دكتوره تفتح الصوره، ممكن صوت بس. دكتور نجوى بعد اذن حضرتك، عشان يبدو ان فتح الموبايل مع الزوم والشغل من عليه مع النت عند حضرتك في مشكله، هفتح انا من عندي الشير وحضرتك علقي وقولي لي اللي بعدها وانا تحت امر حضرتك. الله ينور يا باسم. دكتور شغال الشير من عند حضرتك. يا دكتورة صوت مش جاية بس خالص. ايوه دكتور خالص رجاء من الكل يغلق الفيديو، رجاء من الكل يغلق الفيديو عشان الصوت يبقى مناسب. ماشي يا سيدي. لو سمحت الكل يغلق الفيديو. اقفلوا لو سمحتوا بعد شويه هنطفي النور شكلها. بس شغال. ايه باسم ها؟ معلش يا دكتور اهو الصوت اهو بيظبط. ظهر عن صوتي ظهر يا جماعه؟ كده تمام، اتفضلي يا دكتور. مش عارفه. ماشي يا دكتور، ان شاء الله القطعه بتاعتنا قطعه لها من التراكوتا للاسكندر الاكبر مرتدي للكاوسيا. وان شاء الله دكتور باسم معلش هات القطعه، هات اللي بعديها، هات الصفحه اللي بعديها دكتور. هي القطعه شكلها متحجبه مش عايزه تيجي. ان شاء الله احنا طبعا عارفين ان في العديد من الرؤوس والتماثيل الخاصه بالاسكندر اللي تم اكتشافها بمصر في مصر وخاصه الاسكندريه فيوم. القطعة بتاعتنا هنا بتهدف لنشر الراس دي، والراس دي موجودة في المتحف اليوناني، وهي من التراكوتا وراس صغيرة حجمها 5.3 سنتي. لكن القطعة مهمة لأن على الرغم من نشر له تماثيل كتير وقطع كتير، إلا إن القطعة دي تعتبر فريدة لأن أول مرة يظهر الإسكندر الأكبر بشكل سيل الكاوسيا اليونانية، ولفظ كاوسيا باللغة اليونانية. فبعد اذنك يا دكتور بس هات اللي بعديها، هات القطعه على طول، هات القطعه على طول ان شاء الله. تمام، القطعه بتاعتنا اهي زي ما احنا شايفين ان هي صغيره جدا في الحجم. اللي هنا هنلاقيها ان هي مرممه او فيها بعض الخدوش في الجانب الايمن والجانب الايسر مكتمل. هلاقي ان جزء كبير من الكاوسي اللي هو مرتديها فوق دماغه مهشم، هلاقي تسريحه في الشعر اللي هي على الجانب الايمن مهشم. ما انا هقولها دلوقتي يا دكتور. كل اللي قاعدين هنا ثقافتكم الماني. هشرحها بالتفصيل يا دكتور دلوقتي. طب يا فندم ماشي يا فندم اتفضل. مليك 10 دقايق خلي بالك عشان ما يديش مننا الوقت. ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور. هلاقي برضو ان الملك الحق اشرح يا دكتور. بركات الكاوس بركات الكاوس. غيري مكانك يا دكتوره. هنا برضو مرمم و صغيره، ما انا مش عارفه ايه اللي عارفه الصوت ليه وحش كده زي الفل قوي كده زي الفل كويس. تمام الزاويه دي خليك عليها. ماشي يا دكتور. هلاقي الجبهه العريضه بتاعت الاسكندر اللي هي البارزه، وهلاقي اللي هي الحواجب المقوسه والعيون الزائبه والانف الطويل على الرغم ان هو فيه خدوش، ملامح تنفيذ الوجنتين والفم بتاعت الاسكندر اللي هي بتاخد شكل قوس وبتكون صغيره وممتلئه، والدقن الزائريه من ملامح الاسكندر الاكبر. بعد اذنك ده كان عباره عن ايه عشان نعرف اذا كان اللي هو مرتديها دي كاوزيا ولا الصوت راح ولا ايه؟ لا لا شغال. تمام الصفحه اللي بعديها نيكست يا باسم. بصباعك كده او في حاجه غريبه بتحصل. الكاوكت عباره عن غطاء راس دائري. هاتي يا دكتور باسم على طول الصوره بتاعتها، الصوره بتاعتها على طول. في 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 حاجه في القطعه مش عايزه تتعرض. الكاوزيا دي عباره عن غطاء راس مكدوني بيتكون قطعتين، هو المفروض ان هو من الصوف. القطعه
الأولانية بتبقى على شكل دائرية أو بتشبه كده، بيعمل لي شرائط على الجزء ده وبيبدأ يبرم الجزء الاسطواني لغاية ما يطلع الشكل الأخير ده. هات يا دكتور باسم اللي بعديها بعد إذن. والكاوزية دي كانت معروفة في يومنا هذا باسم الباكول، وبيرتدوها بتوع أفغانستان وباكستان، وهنعرف دلوقتي هم كانوا بيرتدوها ليه، وبيرتدوها في الشتاء الرجال بالتحديد هم اللي بيرتدوا القطعة دي. بعد إذنك يا دكتور بس الأكبر زي ما احنا عارفين ان هو غزا الامبراطوريه الفارسيه. دكتور باسم على طول بقى الصفحه اللي بعدها. سوري يا دكتور باسم من غير الكلام. تمام. الكاوك دي ما كانتش بتتلبس لوحديها، كانت بتتلبس ومعهم صندل اسمه صندل الكريبيديس، وده كان زي على بعضه ظهر في المقابر المقدونيه في القرن الرابع قبل الميلاد. بعديها دكتور باسم. معني اللي بعديها دكتور. محاولات الباحثين بقى خليها دي، وعندي اللي هي الصوره يا دكتور هنزل الصيد في بيله، وهنا اتنين من اللي هم الشباب بيحاربوا او بيصطادوا الاسد، وهنا اللي هي أوليجا بلاجيا قالت ان الاسكندر ده دي بتمثل الاسكندر ومرتدي للكاوسي، بس في اراء تانية قالت ان ده شاب وان هم كانوا بيتقلدوا ان هم بيصطادوا الاسود زي بورتريهات الاسكندر، وان حتى ده لو الاسكندر الاكبر فدي مش الكاوسي اصلا، دي اللي هي قبعه البيتاسوس اللي هي بتتمثل ان بيكون ليها زي حافه عريضه عشان تحميه من الشمس ومن المطر. بعد اذنك الرسم اللي بعديها اللي بعديها على طول. وان زي ما قلت كده، وان دي قبعه البيتاسوس. هات حضرتك الصوره على طول. قبعه البيتاسوس دي زي ما قلت ان هي كانت قبعه اتعرفت في مقدونيا وعند الاغريق، وكانت بتتميز ان ليها حواف عريضه وليها كذا شكل، منها الشكل اللي احنا شايفينه ده، والشكل الثاني اللي هو الحافه الاماميه بس هي عريضة، وكان فيها زي أستك كده أو شريط بيتحط حوالين الرقبة أو من ورا، واللي هي كانت مجنحة منها على الجانبين، ارتبطت بالإله هرمس اللي هو زي ما احنا عارفين اللي هو رسول الآلهة واللي هو قائد الأرواح للعالم عند اليونان. اللي بعدين الصوت راح. الصوت راح. تمام. كي نشر راس من الحجر على طول. حضرتك الصوره يا دكتور بيس. وطبعا بعد كده سلطت العديد من اللي هي الباحثين زي باول ستانفيك و لما اشتغلوا على القطعة قالوا لا ده مش الاسكندر لانه ليه زي ضب كده، والدقن بتاعته برضو بارزة، والوجنتين هنا ناحيتين، واللي هي الجبهة صغيرة، وهنا عليها الديادم، وكان في حية الصل بس مفقودة. وقالوا لا ده يعتبر دراسات اللي حصلت، قالوا ان ده واحد من ملوك البطالمة بص ال 15 بالتحديد. اللي بعديها دكتور باسم بعد اذن حضرتك. الصوت شكله فيه مشكلة. تمام. بعديها برضو دكتور باسم. زي ما احنا عارفين لو جينا بصينا على بورتريهات الاكبر، هات الصور على طول يا دكتور باسم. معروف الاستايلات اللي ظهر بيها الاسكندر الاكبر، ظهر وهو على راسه كذا حاجه، ممكن يكون جلد الفيل رمز لفتوحاته سواء على العمله او على المنحوتات. الصوره اللي بعديها. الصوره اللي بعديها دكتور. وطبعا واضح كده تينا دكتورتنا لو تكرمت. الصوت مش واضح؟
فاضل دقيقتين لحضرتك. تمام يا دكتور تمام. او الظهر ماشي. عدي الصور يا دكتور باسم، عدي الصور وهات اللي هي الصوره بتاعت القطعه على طول. تمام. ظهر طبعا الاسكندر بستايلات كتيره زي ما احنا شايفين، او بيلبس اي حاجه على دماغه، جلد الفيل جلد الاسد. واحنا عندنا لو انا جيت بصتي وجبت راس تانية كانت نشرها بريتشا موجوده في المتحف اليوناني، هلاقي ان التفاصيل تكاد تكون واحده، الجبهه العريضه البارزه وطريقه تنفيذ الوجنات والشفاه. وبرده دكتور صبحي عاشور جاب برده قارنه التفاصيل هلاقيها واحده. فمعنى كده ايه؟ الاسكندر الاكبر، على الرغم ان انا ما اقدرش اقول ان هو كان عامل تسريحه الاناستولين اللي هي مشهور بيها تحت الكاوزي، لان هو مرتدي للكاوزي. لو جيت بصيت على تمثيل الكاوزي في الفن هنلاقي ظهرت في معظم المقابر المقدونيه في القرن الرابع، وظهر عند الجنود المقدونيه. بعد كده دكتور الصوره، هو صوتي مش واضح؟ لا واصل يا دكتوره، اتفضل. شكرا. هننهي يا دكتوره بقى لو اتكرمتي. دكتوره نجوى. يعني دكتوره للاسف الشديد الصبية يا دكتوره نجوى. دكتوره نجوى. تمام يا دكتوره نجوى. باسم. دكتور باسم. دكتور حسن حبيبي. ستوب شير. اشكر لنا الدكتوره نجوى، لان هي مضيعه مجهودها عيني بسبب الجنات. ايوه يا دكتور، مع حضرتك. ما هو سيادتك جدا يا دكتور، سيادتك الجهد في الصوت ضاع كله بسبب سوء النت، فاحنا لا احنا مستفيدين ولا حضرتك يا عيني. فيعني احنا بنشكرك طبعا على الحضور، وان شاء الله نلتقي في مناسبات افضل ونت افضل ان شاء الله. شكرا يا فندم. على اقفل يا باسم بقى. حاضر يا دكتور. شكرا يا حبيبي، تعبينك. لا ما فيش اي تعب، هو يبدو بس ان المكان اللي فيه الدكتوره كان مسبب شوشره جامده واثرت على الصوت وعلى العرض. ايوه، ما انا اشفقت عليها وعلينا بصراحه. وعلى فكره هو انا كنت بعرض، بس يبدو ان الحاجه كانت بتوصل لحضرتك بشكل ديلي، في تاخير يعني. انا كنت بسرع بس يبدو انه الصوره عبال ما توصل لحضرتك. بعدين الصوت يا دكتور باسم يا دكتوره نجوى كان كله عباره عن ايكو، احنا مش سامعين، وكانت النتيجه طبعا حرام يعني مجهود ووقت. لكن بحث رائع وفكره رائعه يا دكتوره، ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. انا للاسف انا بعمل كل يعني معظم محاضرات بعمل على الزوم، بس اي انا مش عارفه ولا حتى انا تعبانه، مش عارفه ايه اللي بيحصل. معلش يا دكتور انا اسف. المره الجايه نلبس الاكلاسيا دي يا دكتوره تمشي الدنيا على طول. بالظبط اهو، بعد انا ما خلصت الكاوزي يا دكتور. تمام ماشي يا دكتور، يلا تابعي سيادتك معانا، ربنا يكرم يعني. ماشي يا دكتور، شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتوره، والف الف شكر، واسفين على الازعاج. لا يا دكتور ما فيش حاجه، شكرا للاسف والله صار يعني. سعد من عمل شير بس. سعد صديق. خلاص كده عايز اعمل شير. طب هي مش هتم صورتها، مش هتمشي كده. لا رام رحمن كان خبير في الشير. تعالى بص معايا. افتح الزوم الاول. طب احنا ندخل نفسنا ليه في البلد دي؟
عامه انا عندي اقتراح بسيط. والله لا وناخد الجائزه الاولى في افريقيا في ثبات النت. زمان كنا بناخد الاول دايما الكوبرات والطبيخ فكانت بقت ميزه. دلوقتي ما في حد يا دكتور حسن. نعم حبيبي استاذنا. هو عامه الجلسه دي فاضل عليها 3 دقائق ونص، فانا في رايي انه الدكتور المحاضر يجهز الباوربوينت يفتحه وبعد كده انا كده هكون قفلت الجلسه وفتحتها عشان ما يحصلش اي قطع في وسط الحوار. على ما نظبط هو يقفل يا ريس افتح تاني. تمام يكون هو جاهز الباوربوينت.